احتفلت رعية قطع رأس يوحنا المعمدان في مادبة بمنح عدد من أبنائها وبناتها سري التثبيت والمناولة، وذلك خلال قداس الأحد الثالث من الزمن الأربعيني المقدس. وترأس الاحتفال غبطة البطريرك فؤاد طوال بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب مروان حسان، بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وذوي الأطفال وأشابينهم وجموع أبناء الرعية. وتحدث البطريرك طوال خلال العظة عن معنى التثبيت والمناولة وكيف ننشئ جيلا ذا تربية سليمة مانحا الأطفال بركة التثبيت والمناولة الأولى للقربان المقدس. نريد أن نثبتهم، لكن برا التحديات كثيرة والمشاكل كثيرة، وسائل الإعلام كثيرة كلها ضدنا، وسائل الإعلام، الحوادث، الوضع، العنف، تحديات كثيرة. وحدنا لن نستطيع، لا الأهل وحدهم يستطيعوا أن يثبتوا هؤلاء الصغار في التربية السليمة الدينية، ولا المدرسة تستطيع، ولا الرهبات، وحدنا لن نستطيع. لهذا السبب عندنا حفلة التثبيت، نطلب الروح القدس أن يأتي بكل نعمه كي يقف بجنبنا وبجنبهم كي نؤمن هذه التربية السليمة. أملي ورجائي أن الأهل بالمستقبل يكملوا ويجوا معهم يتناولوا معهم، الأهل يكونوا هم المثل الأول، مثل الأول لأولادهم، ولا نراهم الأهل فقط بهذه المناسبة. أملي ورجائي أن نلتقي معهم دوما ويرافقوا أولادهم بالقداس وبالمناول بالصلوات. كما احتفلت أيضاً رعية سيدة البشارة في جبل الويبدي بعمان بمنح سري التثبيت والمناولة لعدد من أبنائها، وذلك بقداس إلهي ترأسه البطريرك فؤاد طوال، عاونه فيه راعي الكنيسة الأب بطرس حجازين والشماس رمزي غانم، بحضور عدد من الأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية. أطلب من الرب أن يمنحكم جميعاً وعائلاتكم وبيوتكم أطفالا وكبارا ومرضى متألمين، يمنحكم كل النعم التي تحتاجونها. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia.